الحمد لله منشئ الخلق من هدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عملت حبي رضا حيوائي تفطمه ينفطمي
من أحيا الله لا ما إله أن اشتاقت قدم حضورا من مرمي وشد من صغب أخشى أدوبا تحت الحجارة الكشح مترف الآدم فربدته الجبال جنب بالذهب عن نفسي الشمس تلغر للعينين من بردي
صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما بلغ العلم به انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. فما بلغ العلم به انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرفي والبدر في شرفي والبحر في كرمي والدهر في هممي. فأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين أعلم من لؤلؤ المكنون في صدفي من معدن المنطق منهما مبتسمي أطيب يعدل تربا لما أنظمه طبالي ملتشق منهما ملتثمي. مولاي صلي وسلم أبدا إبان كسرى وهو منصدر كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئمين. النار غامضة الأنفاس من نسب عليه والنهر ساهي العين من سدم أسى أسابت الخاطب غيرتها فرد واردها من غير حين ظمي. فأنا بالنار ما بالماء من بدر رزنا ما بالماء ما بالنار من ضرب. فالجن تخطف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة أم وسم فإعلان البشائر تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقرب قائله بأن دينه المعوج لم يقوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبدي ما أعين فأنهم هرب الأبطال أبرغتي أو عسكر بالعصا من راحة طيرمي نبدأ به بعد تسبيهم ببطنه ما نبدأ المسبح من أشياء ملتئمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا أدري دربته أشجار ساجدة تمشي إليه على فاصدقوا في الغالب صدقوا لم يرما فهم يقولون ما بالغالب
مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمتبيدي ومن هو النعمة العظمى لمتنمي سريت من حرمي لين الى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم فبت ترقى الى قدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم ما مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبع النفاق به في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا نمت شبا لمستبق من الذنوب ما لا مرقا لمستنم قفلت كل مقام بالإضافة نضيف
وسالم دائما ابدا على حبيبك خالق الخلق كلهم قاءت قلوب العيد انباء مرثته كان بأتين اجفلت طفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مرترك حتى حقوا بالقنا لحما على ضغم فانظر بنار فكادوا يغبطون به اشلاء شالت مع الاكبان والرخم تمنين حتى غدت ملة الإسلام وهي به بعد غربتها مصولة رحمي مقبولة أبدا منهم بخير أمي وخير بعل فلم تهتم ولم تئمي هم الجبال فسألهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم فسأل هنينا فسأل بدرا فسأل أهدى وصول هاتف لهم مدهى من المخم المصدر البيض خمرا بعد ما بردت من العدا كل مصور من الإمم الكاتبين في سمر الخط ما تركت أقلامهم حرف اسم غير منعجم ساك السلاح لكم سما تميزكم والورد يمتاز بالسما من السلم تخدي إليك رياح النصر نشرهم وترسب زر في الأكمام كل كم كأنه في ظهور الخيل نبت ربا طارت قلوب العيدى من باس فرقا فما تفارق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قام لتكن برسول لله اسرته من تلقاه الاستوفي فامرتكن برسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. ഈ മനോഹരമായ കല്യാണ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് മുത്ത റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹുകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ഖസീദത്തുൽ ബുർദ നമ്മളിവിടെ പൂർണ്ണമായും ചൊല്ലി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കല്യാണം അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷത്തിലും ബറക്കത്തിലുമാക്കി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നല്ല റാഹത്തുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം പുതിയാപ്പിളക്കും പുതിയണ്ണിനും അള്ളാഹു.